صحة جيدة. مازلنا أخواتي في سلسلة المفارش تاع العرايس، دائما كل مرة نجيب لكم موديل جديد. جبت لكم موديل هذا لي موديل جديد 2021، مفارش تحبي ديري ليناب تاع السرير يكوفرلي. أنا درتو بطروا مود، أنا درتو على 3 مرات، درتو هذا بخيط الحرير، خيط الحرير على 2، هذا درتو كوتون بيرلي من هذا الحشو. شوف كيفاش يجي كبير، يجي على شكل زهرة المرة الأولى. ودرتو هنا بخيط رقم 16 هذه الكبة، هنا تجي الحجم صغير بس حيجي ما شاء الله. وانتي واش حبيتي تخيري أختي؟ اذا كما قلت لك اختي، هنا درت بخيط الحرير على 2، هنا درت نفس الموديل بخيط كوتون بيرلي بهذه الكبه كما تشوفي تلاحظي، وهنا درت بخيط رقم 16، بخيط رقم 16 بهذه الكبه. وانت لك الاختيار، تحبي ديريه لي ناب تاع لي طابل، تحبي ديريه لي ناب المفارش تاع لي كوفرلي لي دوفي من العرايس. هذا موديل راهو جديد، عجبني شفته في مواقع غربية عجبني، حبيت نشاركه معكم. إذا راح نبدأ على بركة الله، إذا راح نبدأ على بركة الله بخيط رقم 16، هذا يجينا صغير بالحجم هذا. ودرنا كروشي أخواتي رقم، إن شاء الله تعود الصورة واضحة، رقم 17 من لور 0.75. راح نبدأ على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ دائما الخدمة تاعنا بالسلاسل. راح نبدأ، راح ندير عقدة، راح نطلع بعشر سلاسل، سلسلة 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 سلاسل، ونقفلها في أول سلسلة، ونديرها بعقدة بغرزة منزلقة، نتحصل على دائرة صغيرة. دوك راح نعمر الدائرة الصغيرة هذه، راح نعمرها بالوردة هذه. واش راح ندير؟ راح نخلي نلف الخيط تاعنا هكا على الكروشيه، نغطيه وندخل في وسط الحلقة وندير غرزة حشو، ونطلع سلسلة 2 3، 3 سلاسل، نلف الخيط على الكروشيه وندير 5 أعمدة بلفة، 5 أعمدة بلفة العمود الطويل هذا، العمود الأول، العمود الثاني، العمود 3، العمود الرابع، والعمود رقم 5. تحصلنا على 5 أعمدة بلفة. راح ندير سلسلة 2 3، ونروح الحلقة وندير غرزة حشو، نزيد نطلع سلسلة 2 3، وراح نكرر العملية 3 مرات، كل مجموع 4 مرات. راح نطلع ندير أعمدة بلفة، أعمدة طويلة هذه، تحبي ديري عمود بلفتين ولا عمود ثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الأخير 5، زيد سلسلة 2 3
وندير غرزة حشو وزيد نطلع سلسلة اثنين ثلاثة وندير مجموعتين اخرين، يعود المجموعة كامل 4 مجموعات. راح نكمل الدائرة ونرجع لكم. اذا اخواتي بعد ما درنا 4 مجموعات شكلنا زهرة، راح نقفلها بثلاث سلاسل، سلسلة اثنين ثلاثة، وروح نفس الحلقة وندير غرزة حشو، نقفل الخدمة تاعنا بغرزة منزلقة، تحصلوا على الشكل هذا. دوكا راح نخدم الخلف بلا ما نلف الخدمة تاعنا، راح نخدم الخيط الخدمة من الخلف، راح نخدم في غرز الحشو مسيري، راح ندير 7 غرز حشو 7 سلاسل وغرزة حشو فوق غرزة حشو الخلفية على الشكل هذا. أختي راح ندير سلسلة 2 3 4 5 6 7 بلا ما نلف الخدمة تاعنا، وراح نروح لغرزة الحشو هذه ونروح في الخلف تاعها وندير غرزة حشو، عفوا زيد 1 2 3 4 5 6 7 ونروح لغرزة حشو هذه وندير خلفها غرزة حشو، وهكذا راح ندير 4 مرات 7 سلاسل وغرزة حشو في الغرزة الخلفية من غرزة الحشو هذه. إذا بعد ما كملنا 7 سلاسل في الخلف وغرزة حشو، راح نقفل الخدمة تاعنا في الأول غرزة حشو اللي درناها، وراح ندير غرزة منزلقة. واش راح ندير أخواتي؟ راح نخش في وسط الفراغ وندير غرزة منزلقة ونطلع سلسلة 2 3، راح نعمرها 10 أعمدة بلفة، 10 أعمدة بلفة. إذا بالأعمدة الطويلة هذه ولا ديري عمود بلفتين، العمود الأول، العمود الثاني، راح ندير 10 أعمدة بلفتين. إذا رانا درنا 10 أعمدة بلفتين، راح ندير 4 سلاسل، سلسلة 2 3 4، نلف الخيط على الكروشيه ونروح الفراغ اللي بجنبه، وراح نكرر العملية 10 أعمدة بلفة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عفوا 8 9 والعمود الأخير رقم 10، ونكرر العملية سلسلة 2 3 4، ونزيد نعمر الفراغات اللي بقاو هذا، كل فراغ عندنا 10 أعمدة بلفة وبيناتهم 4 سلاسل. كمل الدورة ونرجع لكم. نتحصل أخواتي على هذا الشكل، راح نغلقها بسلسلة 2 3 4، راح نروح للسلسلة الثالثة من الأعمدة الأولى وندير غرزة منزلقة. كملنا الدور الثاني، جاتنا الزهرة بشكل هذا. دوك واش راح ندير أخواتي؟ راح نطلع سلسلة 2، نلف الخيط على الكروشي وندير 10 أعمدة، 10 نصف عمود، نصف عمود الأول، عفوا
نديرو 10 نصف عمود، راح ندخل في نفس الغرزة العمود الأول، عفوا هذه 2 سلاسل بمثابة نصف عمود الأول، نصف عمود الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، العمود نصف العمود التاسع، ونصف عمود رقم 10. 10 نصف عمودة. نزيد نطلع سلسلة 2 3 4 وندير غرزة حشو في وسط الفراغ هذا. نزيد سلسلة 2 3 4 ونكمل 10 نصف عمود 10 مرات. هذا نصف عمود الأول، عفوا، نصف عمود الأول، نصف عمود الثاني، والثالث، نكمل الدورة كما هذه خواتي. 10 نصف عمود 4 سلاسل في الفراغ، ندير غرزة حشو 4 سلاسل ونكمل هك حتى نوصل ونبدينا ونرجع لكم. إذا تحصل على الشكل هذا، 10 نصف عمود نطلع 4 سلاسل، الفراغ الأول راح ندير فيه غرزة حشو، نزيد سلسلة 2 3 4، الفراغ الثاني راح ندير فيه غرزة حشو، نزيد نطلع سلسلة 2 3 4، وراح ندير هنا 9 نصف عمود، نصف عمود الأول، نصف عمود الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، نصف عمود الثامن، ونصف عمود الأخير رقم 9. ونكرر العملية، 9 نصف عمود، وهذا الفراغ كل فراغ يقبلنا ندير 4 سلاسل غرزة حشو، 4 سلاسل غرزة حشو، 4 سلاسل. نكمل الدورة أخواتي ونرجع لكم. إذا نوصل هنا أخواتي، مش راح نقفل الخدمة تاعنا كما هنا بدينا، مش راح نقفل الخدمة، راح نروح مباشرة نلف الخيط على الكروشي، وراح نروح الأول فراغ وندير، هنا درنا 9، هنا راح نديرو 8 نصف عمود، نصف عمود الأول، نصف عمود الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، ونصف العمود الأخير رقم 8. كل سطر راح ننقص نصف عمود واحد. هنا درنا 9، هناك على كل حال 10 عمود بلفة، هنا 9 نصف عمود، هنا 8، هنا 9، هنا 8، هنا نورمالمون نلقاو 7. كل مرة ينقص لنا نصف عمود، 1 2 3 4 8، نورمالمون 9، عفوا نورمالمون 7. السطر الأول فيه 8 9، السطر الثاني 8، السطر هذا 7. راح نطلع سلسلة 2 3 4، وراح نروح الأول فراغ، أول فراغ
دير في غرزة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة. الفراغ الثاني ندير في غرزة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة. الفراغ الثالث راح ندير في غرزة حشو، راح نزيد نطلع سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، راح يعد عندنا فراغ اثنين ثلاثة، وهذا الفراغ الرابع. راح ندير سبعة نصف عمود ونكمل بالطريقة هذه، سبعة نصف عمود وأربع فراغات، فراغ الأول فراغ الثاني فراغ الثالث وفراغ رقم أربعة. كمل الدورة ونرجع لكم. هنا كملنا الدورة خواتي، جينا على الشكل هذا. دركا كيفاش راح نديرو؟ راح نخدمو السلاسل هذو، هذه تبقى كما راهي، هذه من نبداو من التحت حتى الفوق. هنا خواتي راني غلطت، نورمالمون هنا عشرة وهنا عشرة أحمدة بلفة وعشرة نصف عمود، تسعة وثمانية. الصف هذا راح ندير فيه سبعة، إذا عشرة نصف عمود، تسعة نصف أحمدة، ثمانية عشرة نصف عشرة عمود، عشرة نصف عمود، تسعة نصف عمود، وثمانية نصف عمود. والسطر هذا راح ندير فيه سبعة نصف عمود. وهذا أخواتي الشكل تاعها راه يبقى من البداية النهاية في النقصان، ويبقاو هذم كيما راهم، أربعة أعمدة أربعة سلاسل راهم يبقاو كيما راهم. إذا راح كيفاش راح نشوف الخدمة تاعنا كيف نكملها. إذا راح نطلع سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، إذا راح ندير سبعة نصف عمود، نصف عمود الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس نصف عمود، ونصف عمود رقم سبعة الأخير. إذا نطلع سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، في الفراغ الأول راح ندير غرزة حشو. دروك أخواتي إيش راح ندير؟ راح نطلع بعشرة سلاسل، سلسلة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وراح نروح راح نخلي زوز فراغات. هنا عندنا أربعة فراغات، راح نخدم في الفراغ الأول وفي الفراغ الأخير، راح نخلي بيناتهم فراغين. راح نروح مباشرة هنا وراح ندير غرزة حشو، وراح نكرر سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، وراح ندير هنا سبعة نصف عمود، ثالث، رابع، خامس، سادس، ونصف العمود رقم سبعة الأخير. نزيد سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، الفراغ الأول كنا نخدمه فيه، خدمنا في الفراغ الأول، نزيد نخدمه في الفراغ الآخر الأخير. راح نخلي فراغين هنا، راح نزيد نطلع عشرة سلاسل، سلسلة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وراح نروح الفراغ الأخير وندير فيه غرزة حشو، وزيد نطلع سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، ونكمل سبعة نصف عمود. نفس الخدمة هنا، سبعة نصف عمود، وهذه ما تبدلش، أربعة سلاسل غرزة حشو، راح نخلف في الوسط فراغين، فراغ الأول فراغ الثاني. نكمل أخواتي السطر هذا ونرجع لكم. إذا أخواتي تحصلنا على الشكل هذا، نكمل السطر معاكم. هنا درنا ستة نصف عمود، ستة نصف عمود، هنا عشرة أعمدة بلفة، عشرة نصف عمود، تسعة نصف عمود، ثمانية، سبعة، وهنا ستة نصف عمود. راح ندير نزيد واحد اثنين ثلاثة أربعة، دائما خدمة هنا خواتاتي متبدلش، في الأول وفي الأخير. هنا كي درنا أربعة سلاسل
غرزة حشو الفراغ الأول، راح مباشرة في الفراغ الكبير هذا راح ندير غرزة حشو. لاحظي معايا أختي واش ندير، راح ندير غرزة حشو الأولى، الثانية، الثالثة، وغرزة حشو الرابعة. راح نطلع سلسلة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ونزيد نخدم أربعة غرز حشو. غرزة الأولى، غرزة الثانية، غرزة الثالثة، غرزة الرابعة. نزيد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وراح نزيد نخدم أربعة غرز حشو. راح نزيد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وراح ندير هنا في الفراغ غرزة الأولى، غرزة حشو، الثانية، الثالثة. راح يعودوا عندنا ثلاثة بيكو، واحد، اثنين، ثلاثة. راح نروح مباشرة الفراغ هذا وندير غرزة حشو. نزيد نطلع سلسلة، اثنين، ثلاثة، أربعة، أربعة، وراح نروح نخدم ستة نصف عمود. نصف عمود الأول، نصف عمود الثاني، ثالث، الرابع، الخامس، نصف عمود سادس. نزيد نكرر معكم أخواتي العملية هذه. نزيد ندير سلسلة، اثنين، ثلاثة، أربعة، وروح الفراغ الأول وندير غرزة حشو في الفراغ الأول، وروح مباشرة الفراغ الكبير هذا العشر سلاسل وندير غرزة حشو مباشرة. نزيد سلسلة، غرزة حشو الثانية، الثالثة، والرابعة. راح نطلع سلسلة، اثنين، ثلاثة، أربعة، وراح نزيد ندير أربعة غرز حشو، الثانية، الثالثة، الرابعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، راح ندير ثلاث مرات من غرزة بيكو، بيناتهم ثلاثة، وهذه الرابعة. راح نزير خدمة شوي من هنا. نزيد سلسلة، اثنين، ثلاثة، أربعة، نزيد غرز حشو، اثنين، ثلاثة، الغرزة الرابعة. عندنا ثلاثة بيكو. نزيد نطلع، نزيد نروح هنا مباشرة ندير غرزة حشو في الفراغ. نزيد نطلع سلسلة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ونكمل ستة نصف عمود. إن شاء الله تعود الصورة واضحة والصوت واضح أخواتي. ثلاثة، أربعة، خمسة، ونصف عمود الأخير رقم ستة. إذن في الحلقات هذه تاع العشرة لازم نديرو ثلاث بيكو، ثلاث غرز بيكو. هذا نكمل أخواتي الدورة ونرجع لكم. إذن نتحصل على الشكل هذا، كل فراغ راح نلقى فيه ثلاثة غرز بيكو، واحد، اثنين، ثلاثة. نكمل معكم، نطلع دائما سلسلة، اثنين، ثلاثة، أربعة، هنا درنا ستة، هنا نلقاو خمسة نصف عمود. نصف عمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، نصف عمود الأخير رقم خمسة. خمسة غرز نصف عمود. إذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، دي قلنا دائما ما تبدلش الخدمة تاعنا، غرزة حشو في الفراغ. هنا واش راح ندير أخواتي؟ راح نطلع واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداعش، اثناعش. راح نروح الوسط، عندنا ثلاث غرز بيكو، راح نروح لغرزة بيكو الوسطانية وندير فيها غرزة حشو.
نزيد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ونروح للفراغ وندير غرزة حشو. نزيد نطلع سلسلة 2 3 4 وندير 5 نصف عمود، الأولى ثانية ثالثة الرابعة غرزة نصف عمود الخامسة. نزيد نطلع سلسلة 2 3 4 نروح الفراغ الأول وندير غرزة حشو. راح تجي الخدمة تاعنا على الشكل هذا. نكمل معكم، راح ندير 12 سلسلة، سلسلة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نروح عندنا 3 غرز بيكو هذا، نروح الوسط ندير غرزة حشو. نزيد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ونروح الفراغ هذا وندير غرزة حشو. وهكذا خواتي حتى نكمل الدورة، نكمل الدائرة ونرجع لكم. إذا أخواتي تحصلنا على الشكل هذا. دوك واش راح ندير، راح نكمل دائما 4 سلاسل. هنا عندنا 5، هنا نلقاو 4 نصف عمود. نصف عمود الأول نصف عمود الثاني نصف عمود الثالث نصف عمود الرابع. هنا نطلع السلسلة 2 3 4 الفراغ دائما ندير فيه غرزة حشو. دائما نروح هنا الوسط، عفوا الحلقة الكبيرة ندير فيها غرزة حشو. راح ندير أخواتي هنا كل وحدة فيها 4 غرز بيكو هذي. شوفي معايا مليح، درنا غرزة حشو الأولى، الثانية راح نطلع سلسلة 2 3 4 راح ندير غرزة حشو. نزيد 1 2 1 2 3 4 غرزة حشو. 1 2 1 2 3 4 غرزة حشو. نزيد 1 2 1 2 3 4 غرزة حشو. نزيد وحدة غرزة حشو والثانية، أصبح المجموع 4 بيكو. 1 2 3 4 نفس الشيء في الحلقة هذه، راح ندير 4 بيكو، غرزتين عمود عفوا غرزة حشو. 1 2 3 4 غرزة حشو، غرزة حشو 1 2 نزيد 1 عفوا واحد 2 3 4 غرزة حشو. غرزة حشو الأولى، الثانية نزيد 1 2 3 4 غرزة حشو. غرزة حشو الأولى وغرزة حشو الثانية، عدو عدنا 3 بيكو نزيد الرابعة. 1 2 3 4 دائما نروح الفراغ وندير فيه غرزة حشو ونزيد غرزة حشو الأولى وغرزة حشو الثانية. عدو عدنا كل مجموعة فيها 4 غرز بيكو. راح نروح مباشرة الفراغ وندير غرزة حشو. زيد نطلع 1 2 3 4 وندير هنا عندنا 5، راح ندير 4 نصف عمود. نصف عمود الأول، نصف عمود الثاني، الثالث والرابع. زيد 1 2 3 4 الفراغ الأول ندير فيه غرزة حشو،
ونروح هنا وندير غرزة حشو الأولى، غرزة حشو الثانية، وندير أربعة بيكو كما خدمنا هنا أخواتي. راح نكمل أخواتي الدائرة، نوصل هنا ونرجع لكم. إذن أخواتي هنا كملنا أخواتي كملنا الدورة. راح ندير السطر الآن ما قبل الأخير. هنا طلعنا بربعة سلاسل، هنا درنا عندنا أربعة نصف عمود، هنا تجي ثلاثة نصف عمود، نصف عمود الأول، نصف عمود الثاني، نصف عمود الأخير لرقم ثلاثة، ثلاث نصف عمود عفوا، سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، دائما في الفراغ نصف عمود. هنا أخواتي واش راح ندير دروك؟ راح نطلع سلسلة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداش اثناش، اثناش سلسلة راح نخلف. هنا عندنا كل فراغ فيه أربعة بيكو، مجموع ثمانية، راح نخلف بيكو الأولى في الثانية في الثالثة ندير فيها غرزة حشو. نزيد نطلع سلسلة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداش اثناش، نزيد نخلف اثنين غرز بيكو وندير فيه الثالثة غرز بيكو، عفوا ندير غرزة حشو. نزيد نحسب سلسلة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة أحداش اثناش، نزيد نخلف غرزتين بيكو ونروح الفراغ وندير غرزة حشو. نزيد سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، هنا عدنا أربعة نصف عمود، السطر هذا قبل الأخير حيكون فيه ثلاثة، ثلاثة نصف عمود، نصف عمود الأول، نصف عمود الثاني، ونصف عمود رقم ثلاثة. نزيد سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، دائما الفراغ ندير فيه غرزة حشو، وراح نكرر نفس العملية. عندنا هنا كل فراغ فيه أربعة نقسمهم، نخلف اثنين بيكو وندير في الثالثة، نغلف نفوت اثنين وندير في الثالثة على الشكل هذا، ندير مع بعض. إذا راح ندير 12 سلسلة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداعش 12، راح نخلف اثنين غرزة بيكو وندير في الثالثة غرزة حشو. نزيد سلسلة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عفوا عشرة أحداعش 12، نخلف اثنين وندير في الثالثة. نزيد نفس الشيء اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة أحداعش عفوا أحداعش اثناعش، نخلف اثنين ونروح مباشرة أربع سلاسل هذا وندير فيه غرزة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وراح ندير هنا ثلاث نصف عمود. راح نكمل دائرة كامل على الشكل هذا ونرجع لكم. نتحصل أخواتي على الشكل هذا، بقانا السطر الأخير فقط، نديرو مع بعض عفوا. دائما نطلع بسلسلة اثنين ثلاثة أربعة، هنا عدنا ثلاث نصف عمود، راح ندير اثنين نصف عمود، نصف عمود الأول نصف عمود الثاني، سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، راح نروح لهنا وندير فراغ الأول ندير غرزة حشو. إذا راح نعمر هذم نفس السطر، نفس السطر ما قبل الأخير، راح نعمرهم ربعة، كل مجموعة في أربعة بيكو. هنا عندنا ثلاث مجموعات، نفس الشيء هنا كل مجموعة فيها أربعة غرز بيكو. إذا واش ندير؟ راح نروح مباشرة الفراغ وندير غرزة حشو الأولى، غرزة حشو الثانية،
دير واحد اثنين ثلاثة أربعة سلاسل دائم الخدمة في الفراغ، سلسلة عمود غرز حشو الأولى غرز حشو الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة، زيد دير غرزة حشو، زيد نحسب غرزة حشو الأولى غرزة حشو الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نقفل بغرزة حشو ونزيد ندير اثنين غرز حشو، نزيد واحد اثنين ثلاثة أربعة، نزير الخدمة تاعنا، نروح الفراغ وندير غرزة حشو، عندنا أربعة بيكو. إذن نكمل غرز حشو أولى ثانية باش نروح المجموعة الثانية، نزيد ندير غرزة حشو الأولى الثانية ونطلع سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، غرزة حشو واحد اثنين نفس اللي درنا في السطر ما قبل الأخير، في هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، غرزة حشو واحد واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ندير غرزة حشو، نزيد واحد اثنين، عدنا واحد اثنين ثلاثة، بقت لنا الأخيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة، نروح الفراغ وندير غرزة حشو، نزيد واحد اثنين، هذه المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة غرزة حشو الأولى غرزة حشو الثانية، زيد سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، غرزة حشو الأولى واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، غرزة حشو، زيد واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، غرزة حشو، نقفلها ونزيد عفوا نقفلها بغرزة حشو ونزيد واحد اثنين، واحد اثنين، عندنا واحد اثنين ثلاثة، بقت لنا واحدة زوز ثلاثة أربعة، وهذه بيكو الأخيرة، غرزة عفوا غرزة حشو، عفوا غرزة حشو، نزيد واحد غرزة حشو الأولى غرزة حشو الثانية، نروح مباشرة الفراغ هذا، غرزة حشو الأولى، نزيد نطلع سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، هنا عدنا ثلاث نصف عمود، راح ندير اثنين نصف عمود فقط، عفوا نصف عمود الأول نصف عمود الثاني، سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، راح نروح الفراغ وندير غرزة حشو، نروح المجموعة الثانية ندير غرزة حشو ونكمل أخواتي بنفس الطريقة هذه، كل مجموعة ندير فيها أربعة بيكو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، كل مجموعة هذا السطر الأخير، نكمل أخواتي ونرجع لكم. إذا وصلنا للنهاية أخواتي، هذا هو الشكل النهائي تاعنا، نكمل ندير سلسلة، نقطع الخيط، تحصل على هذا الشكل الجميل، هذا هو خواتي المفرش جديد، أنا بخيط الحرير على اثنين، تقدري ديريه مفرش للعرائس، يجي ما شاء الله، أنا أخواتي راه مش محدد كما تلاحظي، راه مش ماهوش فيه الحدادة مش محدد، ولا تقدري ديري رقم 16 هذا.
يجي ونجي الخيط ركيك ونجي اروع. راح نغطي الخيوط هذه ونرجع لكم. اذا اخواتي هذا هو الشكل النهائي، ان شاء الله يعجبكم. ما تنسونيش باللايك والاعجاب، واللي مش مشتركه في القناه ان شاء الله تشترك في القناه. ان شاء الله يعجبكم الموديلات اخواتي. هذا الموديل راهو جديد، وكل مصداقيه راني هزيته على قناه غربيه باش شاركته معكم. تقدري ديريه في الكوفرلي، ما يعطلش حتى في الخدمه تاعو، راهو اسهل ما يكون. شوفي وين الخيط يجي رقيق ويجي متحوف، يجي روعه، يجي قمه. وزيد نقول لك راني ما حددتوش، راهو كيما راهو كيما خدمتو كيما وريته لكم، راهو مش محدد. تقدري تلصقيه مع بعض وديري له الاحجار الوسط، راح يجي اخواتي قمه. تحبي ديريه بالكوفرلي، حنا هذا خدمته بالفادوم، الحجم تاعو كبير بارابور هذا، نفس الخدمه ونفس العدد. شوفي هذا كيفاش جا صغير وهذا جا كبير. وهذا كما قلت لك اخواتي راه بخيط الحرير، هذا ثاني موش محدد، ولك الاختيار اختي، لك الاختيار، كل وحده كيف حابه تخدمه. مشاهده ممتعه اخواتي، وما تنسونيش باللايك والاعجاب، وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. راح ندير لكم كل مره نجيب لكم موديل جديد. شكرا على المتابعه والى اللقاء.